هلا، هسا راح نبدي ان شاء الله المحاضرة الرابعة. المحاضرة الرابعة، انه احنا بالمحاضرة الأخيرة وصلنا الى انه شلون سوينا موقع ورحنا جبنا ثيم من الانترنت وخلينا بالموقع مالتنا. انا شنو اللي سويته؟ البارحة من خلصت المحاضرة رحت سويت تطبيق، يعني ويب سايت جديد، مسحت الويب سايت القديم لانه غيرت اسم الفكره مالتي اللي لا راح اسويها، غيرتها من اونلاين سيرفي الى بيرسونال بلوج. شنو المقصود بالبيرسونال بلوج؟ بس حتى اعطيكم نبذه صغيره على الفكره اللي راح نسويها. البيرسونال بلوج يعني راح اسوي فد موقع الكتروني، اوكي؟ هذا الموقع الالكتروني يقدر اي شخص يسجل الدخول بيه، يسوي بيه حساب. ورا ما يسوي بيه حساب راح يقدر يملي معلومات البروفايل مالته، وبعدين الموقع مالتنا راح يعرض معلومات البروفايل مال الناس على شكل سي في مرتب، اوكي؟ فمعناها كانما احنا دا نسمح للناس او نعطيهم امكانيه انه يسوون سي في الكتروني. بنفس الوقت انه اذا هو سوى سي في وصار عنده مثلا عدد متابعين معين، اوكي، لان هو هم سي في البروفايل مالته وهم ايضا بابليك بروفايل، اذا صار عنده مثلا عدد متابعين معين راح نقدر نعطيه سماحيه انه ينشر بلوجات، يعني على سبيل المثال ينشر مقالات، ينشر قصص، ينشر كتابات، ينشر صور، ينشر رسومات، او مثلا الرسمه وشنو قصه الرسمه، ينشر صوره هو طاقها وشنو قصه هاي الصوره، الى اخره من البلوجات والمقالات اللي ممكن الواحد يقدر ينشرها. هاي بصوره مبسطه الفكره مال الموقع. فالبارحة شنو اللي سويت؟ كل اللي سويته انه مسحت البرنامج مالتنا، سويت برنامج جديد من الصفر، نفس الاشياء اللي انا شارحها قبل، ما سويت اي شيء زايد عن اللي انا شارحها. سميت هذا البرنامج بيرسونال بلوج. رحت ايضا دورت على فد ثيم بسيط انه ممكن يعرض لي الفكرة مالتي بشكل مرتب وبشكل يسوي واهس للناس انه تستخدمه. فنزلت هذا الثيم، نفس ما شرحت لكم سويت انتجريشن بين الثيم وبين التطبيق مالتي. هسا الانتجريشن شلون صار والثيم وينه والتطبيق وينه؟ هسا راح نبدي نشوف هاي الافكار. زين، هسا اول شغله على مود انه يصير عندنا اطلاع على الثيم اللي انا استعملته. فالثيم هو هذا، هذا الثيم طبعا من شركه ثيم فيشر، اوكي، موقع ثيم فيشر. فراح نسوي له لايف بريفيو حتى نستعرض نشوفه. هسه هذا الثيم قدامكم، هذا هو الثيم اللي نزلته، طبعا هو فري داونلود الثيم، بمميزات انه ممكن تنزل بفلوس، بس انا نزلت الفري لان الاشياء الزايده انا راح اسويها، انا اسويها بيدي. هذا الثيم شنو يتيح لكم؟ يتيح لكم انه تسوون ويب سايت على شكل صفحه واحده، مو على شكل عده صفحات. طبعا ايضا راح نتعلم انه شلون ننزل ويب سايت على شكل صفحه واحده ونحولها الى عده صفحات. فهذا الويب سايت يبلش من هنا، بي الهوم، بي الاباوت اس، السيرفيس، بروتوفايل، التيم، البرايسنج، البلوج، الكونتنت. هاي هي الاباوت اس، هاي ايضا تكمله الاباوت اس. هنا ممكن يقول لك كرييت ديزاين اند انكريدبل فيتشرز ومجموعه اشياء. هاي يبدي انه هسه يوصل اور سيرفيسز، يعني هم ذول هم شنو يقدمون الناس. طبعا هذا مسوين الويب سايت انه مال مثلا مال مؤسسه، مال شخص، بس احنا راح نحول الفكره مالته، بس نستخدم نفس الديزاين اللي هم مستخدمين. طب بعد هنا خالين الاور سكيلز، خالين الاور ورك مالتهم بشكل جدا مرتب، فالشيء كلش حلو مسوي، اوكي. ممكن ايضا انه نفلتر الورك وتترتب لنا الصور بهالطريقه هاي، اوكي، شوفون الاشياء كلش حلوه. بعد ممكن انه ينطون نبذه مختصره انه ايش قد عندهم هابي كلاينت، ايش قد عندهم بروجكت كومبليتد، ايش قد عندهم بوزيتيف فيدباك الى اخره. بعد عارضين، تقدر انه انت تعرض مثلا صور التيم مال الشركه مالتك. احنا راح نعرض صور الاشخاص اللي راح يشاركون ويانا بهالطريقه، يعني البروفايل الشخصي مال اي شخص ينعرض بهالطريقه هاي، اوكي. بعد شنو اللي شارحين؟ شارحين هم البلان مالتهم، يعني مثلا عندهم اشتراك فري، عندهم اشتراك سيلفر، عندهم اشتراك جولد، عندهم اشتراك بلاتينيو الى اخره. احنا مو كل شيء راح نحتاج، طبعا راح ناخذ اشياء معينه، اشياء البقيه اللي ما نحتاجها نمسحها.
هنا هذول هنا مطلعين لكم مثلا صورة وشرح على الناس اللي هم مسؤولين عن هذا الموقع أو مسؤولين عن هذا الشركة إلى آخره. البوستات الأخيرة المنشورة مثلا، احنا راح نسوي البلوغات بشكل هاي البوستات، يعني الناس مثلا المشتركين ويانا من حيسوون بلوغات راح نعرضها البلوغات مالتهم بهالشكل هذا، ويقدرون ايضا يسوون ريد مور الى اخره. بعد عندنا انه الكونتنت الكونتنت كونتاكت بيج، اوكي. وبالاخير خريطه، طبعا احنا هاي الخريطه ما راح نستخدمها نمسحها. واخر شيء الصفحات الرسميه مال الناس، يعني مال هاي الشركة اللي مثلا هذا الموقع تابع لها. هذا هو الفكرة البسيطة مال الموقع، اوكي. فهذا انا نزلته، قلبت معدته طبعا، غيرت به هواي اشياء، مو غيرت هواي اشياء بس وانما غيرت التسلسل مالته، حولته عربي، لا حوله عربي، بعدني ما محول كل شيء عربي. فايضا راح انشر لكم هذا الويب سايت اللي بيه هواي ثيمات، يعني مو بس هذا الثيم، بيه اكثر بعد من ثيم، كلش هواية وقلبت أغلبية، يعني أشياء كلش حلوة حاطين بي ممكن أيضا تستفادوا من أدهن. فهذا راح أنشره لكم بالقناة. نعم قول. طبعا هو لذلك أنا اختاريته. اي او تقدر انت حتى لو القوائم كانت هنا تقدر انت تحولها هنا، مو في شيء صعب. اي هسه انا راح اعلمكم اوكي، هسه انا راح اعلمكم انه هسه احنا منزلي هذا انجليزي، تشوفون حتى الكتابه صايره من ليفت تو رايت. احنا ما راح نبقى انجليزي طبعا، راح نحول عربي لانه احنا نريد يدعم المجتمع العراقي مثلا على سبيل المثال. فمن راح نحول عربي راح اشوفكم شنو الاشياء اللي سويتها حتى احوله رايت تو ليفت، يعني من اليمين لليسرى، وشنو الاشياء اللي سويتها على مود اغير الكتابه من انجليزي الى عربي الى اخره. طبعا انتم هذا الموقع تقدرون تقلبون بيه، اوكي. انا نشرت لكم، نشرت لكم البيج الرسميه مالته، بس انتم انزلوا عليه راح تلقوه. والله وينه، انزلوا عليه تلقوه هذا. لا والله مو هذا، هذا اوكي. اسمه ميغانا، اوكي. اسمه ميغانا ريسبونسيف بوستر بزنس تامبلت. فهذا هو الموقع اللي انا نزلته الاصلي. انا طبعا ما اقدر انه استعمله نفسه اصلا، فرحت قلبت معدته تماما، فصراحه نشوفه زين. نجي على الموقع مالتنا، طبعا نطفي هذا. انا شنو اللي سويت؟ طبعا هذا يعني ما اقدر انه اشرح لكم ايش سويت بالضبط، لان انا تقريبا اكثر من 6 ساعات اشتغلت على الديزاين على مود انه ارتب الاشياء مالتي اللي اريدها، وامسح الاشياء اللي ما اريدها، واحول من انجليزي الى عربي والى اخره. فبشكل مختصر مفيد انه اذا نريد نحول اي موقع الى عربي، هاي اشياء تفيدكم. اذا نريد نحول اي تامبلت الى عربي، فكل اللي راح اسوي انه اجي اول شيء على تاج ال HTML، اخلي بتاج ال HTML لانجوج عربي، بعدين اخلي بتاج ال HTML data text direction من ال right to left، اوكي. هاي اهم شغلتين انا اسويهن، اخلي لانجوج عربي واخلي data text direction، يعني اقول له اتجاه الكتابه خليها من ال right الى ال left، اوكي. بعد ذلك هنا انا كل شيء ما غيرت، لا ما راح يحول عربي هنا، هو حيبقي الكتابة انجليزي بس راح يقلب اتجاه الكتابة من اليمين الى اليسار على مود تدعم العربي، اوكي. انه هذا الباقي كله على حطيته. بعدين شنو اللي جيت سويت؟ نفس ما فهمتكم انه احنا هذني كانن هو يستعملهن جايبهن من يم الثيم، يعني خليني اشوفكم الثيم. اوكي هذا الفري، شوفوا من نزلته هو خاليه بهالطريقه هاي، خالي الاندكس وخال ويا البلوجين والجافا سكريبت والايمج والسي اس اس بشكل مباشر. يعني الثيم اللي نزلناه اخر مره كان حاط لنا اسيست وحاط لنا بطن الاسيست، هذا لا ما حاط اسيست، هذا حاطهن اوكي
وخال الاندكس وياهن بحيث الاندكس قبل يقدر يوصل لهن بدون ما يروح للاسست. فانا شنو اللي سويت؟ اخذت هذني الاربع ملفات اوكي بكل سهوله، اخذتهم كوبي، رحت وين خليتهن؟ نفس ما شرحتكم بالمحاضره الاخيره بس مجرد اعاده بسيطه. رحت وين خليتهن؟ رحت خليتهن بال WW root. اوكي هسه اجيت على كل رابط على سبيل المثال البلوجين، شلون لقيته؟ البلوجين لقيته مكتوب بهالطريقه هاي. فانا ايش سويت؟ قلت له شكو كوما وبلوجين وسلاش سوي لها فايند، حول لي اياها الى، خلي اجيب هاي كوبي، حول لي اياها الى كوما النوب دلتا النوب سلاش النوب بلوجين. سويت له ريبليس اول، فحول لي شكو بلوجين عاديه كان هو يستعملها الموقع قبل الى بلوجين مخزونه وين؟ مخزونه بال WW root. اوكي لهنا واضح بهالطريقه بسهوله هاي. فهذا نمسح بالغلط نرجع رجعه. اوكي بعد انه شنو عندنا؟ حولت ايضا السي اس اس. بعد انه شكو ايمج عندي اوكي شكو ايمج هو مستدعيها عن طريق انه قايل لها على سبيل المثال وين خالفه ايمج معين مثلا وين خال بالاباوت خال ايمج. فنروح نفتح الاباوت، وين الاباوت؟ سوري افتح هاي الاباوت. بالاباوت شفته مستعمل ايمج بشكل مباشر، فانا ايش سويت؟ قلت له شوف لي شكو كوما وايمج بدل لي اياها بكوما دلتا سلاش ايمج. وبهالطريقه ضمنت انه الصور مالتي تجي صحيح من الملفات مال دبليو دبليو روت. زين بعد ذلك شنو اللي سويت؟ بالموقع مثل ما شوفتكم انه اكو اشياء زايده انا ما اريدها، مثل ما السعر، مثل ما العرض المنتجات الى اخره. الاباوت هو خالها بالبدايه، انا ما اريد الاباوت بالبدايه، رحت خليت الاباوت بالاخير. فهو مرتبها يعني المصمم مرتبها على شكل سكشنات واضحه. اوكي جيت اني مسحت السكشنات اللي ما اريدها، مسحت اسماء السكشنات من المنيو، اجيت بدلت مكان السكشنات، صعدت واحد نزلت واحد بحيث طلعتك بالصوره اللي انا اريدها. لهنا واضح؟ زين هسه نجي شو نسوي؟ نجي على المنيو نشوف احنا شلون راح نحول المنيو من انجليزي الى عربي. الفكره بهالبساطه هاي. المنيو هو اول شيء خالها اصلا هو نافيجيشن رايت. اذا سويتها نافيجيشن ليفت فالمنيو مالتنا راح تطلع بجهه اليسار مو بجهه اليمين نفس ما شفناها. النافيجيشن رايت راح يضمن لي ان المنيو تطلع بجهه اليمين. زين بعد اكو شغله مهمه، المنيو من تطلع بجهه اليمين اكو فد اعاز معين بالسي اس اس. طبعا قد اليوم انه نضيع من عندنا شويه وقت على مود افهمكم احنا شلون قدرنا نستعمل الثيم بصوره كلش طبيعيه بالنسبه للعربي، فقد تحسون انه هو شويه يعني مو شرح يعني البرمجه بس هذا كلش راح يفيدكم بالديزاين. نروح للسي اس اس، نروح هذا للستايل سي اس اس هو الملف المسؤول عن الديزاين مال الصفحه كلها. اكو في شيء انا مسوي، نبحث على نافيجيشن نبحث على النافيجيشن رايت. هذا الستايل انا ضفته من يمي. شوف هاني النافيجيشن رايت UI UL LI. ليش انا كاتبه بهالطريقه هاي؟ حتى افهمكم الفكره. انا عندي هذني الاشياءات، هذني ال LI موجوده بداخل منو؟ موجوده بداخل ال UL. ال UL محطوط بداخل نافيجيشن، هذا النافيجيشن بي كلاس ناف بار رايت. فاني حتى اوصل لهاي ال اي فقلت له روح لي للكلاس الناف بار رايت، روح لي لليو ال، روح لي للال اي. اوكي سوي لي الفلوت رايت امبورتنت. لو هاي الفلوت رايت امبورتنت اليوم سوينا لها كومنت سيفنا. راح نجي ننفذ الموقع. هاي بس اشياء بسيطه بس على مود ان شلون ترتبون المنيو وهاي التفاصيل تفيدكم.
أنا ما راح أشرح الديزاين بصورة معقدة كلش. اوكي هسه بدا يحمل. طبعا انا غيرت الصفحه الرئيسيه، سويت اسم الموقع محتوى، كتبت هاي الكتابه من يمي. اوكي هسه خلينا نشوف. هسه حاليا احنا شنو اللي طفينا؟ طفينا الفلوت رايت امبورتنت. هسه هو شنو سوى لنا؟ انتبهوا لي، الصفحه الرئيسيه هنا بالمنيو هي اول وحده، وياي بالمنيو هي اول وحده. اوكي بس هو اجى شلون عرض لي اياها؟ اجى عرض لي اياها اول وحده من اليسرى. طبعا هذا فشي مخربط، يعني احنا ما يصير انه نعرض الرئيسيه هنا وبالمقلوبي، هي المفروض انه الرئيسيه تبدي هنا وخدماتنا تصير هنا والتواصل معنا ومن نحن تصير بالاخير، منطقي؟ فاحنا هاي الشغله شلون نحلها؟ اكو بعض الناس يحلوها عن طريق انه يجيبون هاي ويحطوها بالاخير بهالطريقة هاي. اوكي يجيبوها هنا ويحطوها هنا، هذا مو صح. هسه حشوفكم ليش مو صح. هذا حل الخربطة بخربطة ثانية. اوكي الفكرة انه هذا ليش هاي الفكرة مو صح انه نقعد نخليهم بالمقلوب. هسه حشوفكم على سبيل المثال. هسه هذا اليوم تطبيق، هذا موقعنا اليوم مفتوح على شكل متصفح بالحاسبة أو مثلا بالتابلت اللي هو حجمه خلينا نقول كبير. بس إذا على سبيل المثال سوينا انسبكت وقلنا له أعرضه على شكل موبايل، أوكي من راح نفتح المنيو مال الموبايل، من راح نفتح المنيو مال الموبايل راح نلقى الرئيسية أول وحدة. فلو إحنا على سبيل المثال رايحين وحاطين هاي بالأخير، فبالموبايل راح نلقاها صايرة بالأخير. اوكي طخت لو لا؟ بالضبط حصير عدله بالمتصفح بس مقلوبه بالمتصفحات مال الموبايلات. واذا هسه طفينا فهي هسه عدله بالمتصفحات مال الموبايلات بس هي مقلوبه عند من؟ مقلوبه عند الناس اللي يباعون بالحاسبه. فالحل انه مو نغير الترتيب، الحل انه نبقي الترتيب على ما هو عليه، بس نروح نقولهن الذني سوي لي float right important. الفلوت رايت امبورتنت شو يسوي؟ شنو الفكره من عنده؟ الفكره من عنده يجبر العناصر اللي موجوده بداخل الليسته مالتي تترتب من اليمين الى اليسار، يعني هذني هسه مو هن مترتبات من اليسار الى اليمين، هو الفلوت رايت راح يجبرهن انه يترتبن من اليمين الى اليسار. اوكي وهن بالفون ابلكيشن هن اوريدي مترتبات وطالعه صحيح، تمام. زين هسه بما انه عدلنا هذا، عدلنا هذا الستايل، نسوي سيف نطفي على مود نشوف التعديل مالتنا، نفذ من جديد. اكو ملاحظه جدا مهمه من تنفذون بالفاير بالعفو بالجوجل كروم، اكو شغله هسه اشوفكم اياها. مرات على سبيل المثال وهاي راح تصادفنا كلش هوايه، مو نروح نعدل على الستايل، يعني ننطي فد ستايل جديد او نكتب فد حاجه جديده بالستايل، نجي للمتصفح نلقى هاي الحاجه ما صايره. ليش؟ شنو السبب؟ السبب مو انه احنا ما مسويها، لا احنا مسويها ومسيفين الملف، بس هي مدى تصير. الفكرة وين؟ مرات البراوزر يكيش الداتا مالته، بحيث انه انتو من تروحون تغيرون على ملف السي اس اس مالتكم هو ما يدا يشوف التغيير. ليش؟ لان هو مخزن السي اس اس قبل ما انتو تغيروه، مخزنه بالكاش وباقي يستعمل الكاش نفسه.
فعلى مود نضمن انه مرات من نغير والتغيير مالتنا مدى يطلع قدامنا، على مود نجبر البراوزر يطلع التغيير مالتنا قدامنا، شو نسوي؟ نروح من هنا على هاي الثلاث نقاط، نروح على السيتنج، ننزل على السيتنج، اكو فد شيء اسمه كلير براوزنج داتا، كلير براوزنج داتا نفتحها، نروح على الادفانس ونقول له كلير داتا، ونختار اول تايم او نختار مثلا لاست اور، يعني امسح لنا الداتا اللي انت خزنتها باخر ساعه. يعني على سبيل المثال اذا راح تشوفون فهو ايش مخزن لي، هو مخزن لي كلاود برنت وجيميل، ومخزن لي مثلا على سبيل المثال كاشد ايمج اند فايل. هاي الكاشد ايمج اند فايل هاي مكيش لي حاليا هو ملفات السي اس اس والجافا سكريبت والصور. ليش مكيشها؟ على مود من نطب للموقع ثاني مره ما يقعد يحملها من جديد من السيرفر، لا هو اوريدي مكيشها يمه بالبراوزر قبل يعرض ايانا. هو هاي الشغله تفيد على مود تجربه المستخدم تكون اسرع وشغل المتصفح يصير اسرع، بس احنا بالنسبه لنا كمبرمجين ما تفيدنا، لا ما راح تطلع لنا التغييرات اللي احنا بدنا نسويها لا بسبب الكاش. فنقول لك كلير داتا على الاقل مال اخر ساعه، وبعدين نسده. هسه ورا ما سوينا كلير داتا نجي نسوي ريفرش من جديد، فهسه هو الداتا مالته فارغه، من حيسوي ريفرش ما راح يلقى اكو داتا بالكاش، فهو ايش راح يسوي؟ راح يروح يجيب الداتا من جديد من السيرفر. اوكي واضح. زين خلينا نشوف ايش قد بقالنا على طبعا هذا ما قدرت اشتري يسموها، واقلنا 8 دقائق، من تبقى 5 دقائق انطيكم بريك. اوكي على مود ان على ما اسوي فد رابط جديد مال البث واجيب مي واجيب شربت لان عطشت ونكمل. فهسه هنا احنا شو مسوين؟ مرتبنا الصفحه الاولى، رتبنا المنيو بهالشكل هذا، كتبت هاي الاشياءات، سويت هاي، طبعا هاي حاليا مال ابدا رحلتك معنا الان توديني للصفحه الرئيسيه ترجعني للبدايه، بس ان شاء الله بعدين من نبدي نشتغل على الموقع اكثر راح نخلي هاي تودينا على صفحه تسجيل الدخول او انشاء حساب. اوكي هذا اور سيرفيس، خليته انه اول شيء يجي هاي الاشياءات بعدين يجي الاور سيرفيس. اور سيرفيس راح يكون بي فقط ثلاثه، يعني هم كان هم خالين سته فانا اخذت بس ثلاثه الاشياء الحلوه اللي انا احتاجها. بعد ذلك راح نخلي ايش قد انه مثلا عندنا مثلا ايش قد عندنا سبسكرايبر، ايش كم بلوج عندنا، ايش كم لايك عندنا، ايش كم كلب عندنا او ايش كم لاف عندنا الى اخره، او عدد الصور اللي مرفوعه بموقعنا، هاي نقدر نغيرهن. بعد ذلك بدل الاور تيم راح نخلي هنا الصفحات مال الناس اللي راح يسوون بروفايلات على الموقع مالتنا. طبعا مثل ما تلاحظون انه الكتابه هسه حاليا موجوده بمين؟ من اليمنى لليسرى، هي بعدها انجليزي بس هي موجوده منين؟ موجوده من اليمنى لليسرى. اوكي اذا هي تدعم العربي، بقى بس انه نمسحها ونكتب كتابه عربيه. بعد شنو عندنا؟ بعد عندنا مثلا اللاست بوست، هاي بدل اللاست بوست احنا راح نخلي المدونات اللي الناس راح تنشرها. اوكي نعرض مثلا على سبيل المثال فد ثلاث اربع مدونات بالبدايه، وبعدين الفيو اول بوست راح يودينا لكل المدونات الباقيه. بعد راح يجي الاباوت اس بالاخير. اوكي وي ار جينيوس، وي ار بروفيشنال، وي ار كرييتيف، نبذه صغيره عن الموقع او الشخص اللي مسوي الموقع او الشركه الى اخره. بعد ذلك تجي الجيت ان تاتش اللي هي التواصل، طبعا هسه هاي حاليا جاي هنا لانه انا مسويها رايت تو ليفت وهذني ما جايات، فهذا ان شاء الله راح نقلبه انه نجيب هاي مال ارسال التعليقات نخليها بهالصفحه هاي، وهذني نوديها بهالصفحه هاي، يعني نقلب مكانات. اوكي بعد ذلك يجي عندنا الفوتر اخر شيء اللي هو هذا انا مرتبه حاليا، وهذا الديفلوب باي وديزاين باي وكوبي رايت 2020. تمام بس هو هاي لحد هنا اتمنى انه هذا واضح انه شلون جبت موقع. طبعا انتم اللي اريده منكم انه تفتحون مثلا متصفحين بالحاسبه مالتكم، تشوفون الموقع الاصلي شنو بي، وتشوفون انا شنو عدلت عليه. اوكي تمام
هسه هاي التعديلات مالتي شوفوا انه ما غيرت في شيء اساسي بالموقع، بس قدرت انه استعمل الاشياء اللي منطيني اياها الموقع بما يفيدني. يعني مو شرط انه استعمل كل الاشياء مالاته، اوكي، ولا شرط انه اقعد اغير شكله تماما واخربه، وانما ابقى على الستايل اللي انا اخذته بس اقعد اغيره بما يتناسب ويا شغلي. فهسه راح ناخذ بريك، راح حتى انشر فد رابط بث جديد بعد 5 دقائق، يعني بس اخذ بريك 5 دقائق وانشر لكم رابط بث جديد، اوكي. وبعد ذلك راح نجي نتعلم شلون راح نحول هذا الموقع. هسه حاليا هذا الموقع عباره عن سكرول داون، حاليا هذا عباره عن سكرول داون ينزل هيجي، اوكي. راح نتعلم شلون نحول هذا الموقع السكرول داون على شكل صفحات، بحيث كل صفحه نروح ننشئ لها نروح بالهوم كنترولر ننشئ لها اكشن خاصه بيها، اوكي، وننشئ لها صفحه خاصه بيها، وشلون راح نربط هاي الصفحات مالتنا ويا اللاي اوت. اتمنى هذا الشيء راح يكون مفيد، انه لان هذا راح يساعدكم انه شلون تقدرون تحولون موقع من صفحه واحده الى عده صفحات، شلون لكل صفحه راح تسوون اكشن معينه تكون مسؤوله عنها، شلون راح تسوون الديزاين مال هاي الصفحه وتربطوه ويا اللاي اوت الى اخره. فهسه راح اوقف البث، ان شاء الله 5 دقائق ونكمل، ماشي يعني. هسه راح نكمل انه شلون راح نحول هذا الموقع مالتنا من موقع يحتوي على منيو تنتقل عن طريق هاي المنيو عن طريق سكشنات بنفس الصفحه الى موقع يحتوي على عده صفحات وكل صفحه موجوده باكشن معينه، وكل صفحه هاي راح تنعرض بداخل لاي اوت معين احنا راح نثبته. فهسه راح نجي على الابلكيشن مالتنا، طبعا نرجع للبدايه، نجي على الابلكيشن مالتنا نشوف احنا شنو عندنا. هسه الديزاين مالتنا كله وين موجود؟ الديزاين مالتنا كله موجود باللاي اوت، اوكي، لهنا اتمنى واضح. زين، هسه احنا شنو عندنا بالبدايه؟ عندنا بالبدايه كنترولر، هو الهوم كنترولر. هذا الهوم كنترولر بصفحه اسمها اندكس، اوكي، بصفحه الاندكس. زين، هسه احنا شنو نريد نخلي بصفحه الاندكس؟ طبعا انا حاليا شلون انشات صفحه الاندكس هاي شرحها بالمحاضرات السابقه، عموما لا قاعد اشرح حمرت اللخ صير ملل. زين، هسه نروح على الهوم فولدر، نروح على الاندكس. مثل ما تشوفون حاليا صفحه الاندكس فارغه، اوكي، صفحه الاندكس فارغه كل شيء ما بيها، مجرد انه هي مربوطه بهذا اللاي اوت. ليش انا مفرغ صفحه الاندكس؟ الجواب بالستارت اب اني قايل له انه البرنامج مالتي نفس ما شرحنا بالمحاضره السابقه، البرنامج مالتي الصفحه الرئيسيه مالته اللي دا افهم البرنامج انه يفتحها اول ما شخص يدخل على موقعي هي صفحه الهوم اندكس، يعني كنترولر الهوم صفحه الاندكس هي هاي الصفحه الرئيسيه مال البرنامج مالتي. رايح نوب اني خال صفحه الاندكس فارغه. هسه هيجي واحد يقول انت زين ليش دا تعرض الاندكس والاندكس فارغه اصلا؟ الجواب اني الغرض من انه اعرض الاندكس مو على مود اوصل للاشياء اللي موجوده بالاندكس، وانما اني هاي الاندكس رابطها ويا لاي اوت، اوكي، هاي الاندكس رابطها ويا لاي اوت. هسه اذا هاي الاندكس فارغه صح انه اني ما خال شيء بالاندكس، بس على الاقل هاي الاندكس بما انه مربوطه ويا لاي اوت فالاندكس راح توصل لي انه اقدر اعرض اللاي اوت. فهسه حاليا البرنامج مالتي من دا يبدي يشتغل ويروح لي على الاندكس، صح الاندكس فارغه ما بيها شيء، ولكن الاندكس دا تجي بهذا المكان اللي هو هنا، دا تنعرض الاندكس هنا بمكان هذا الريندر بادي. فمجرد انه اني دا اعرض الصفحه مالتي بطن ديف فارغ وهي الصفحه اوريدي فارغه. الفكره من هاي اللعبه انه على مود انه اللاي اوت مالتي هو اللي يشتغل اثناء الستارت اب، مو فد صفحه معينه تشتغل اثناء الستارت اب. لهنا اتمنى واضح. زين، هسه شنو اللي راح نجي نسوي؟ لهنا واضحه؟ الواحد عنده سؤال. اوكي، زين، هسه احنا شنو اللي راح نجي نسوي؟ راح نجي نروح على الديزاين مالتنا. طبعا اهم شيء انه لا تشتغلون كود اذا انتم متباعون،
يعني أنا من الناس من أجي أكتب كود أو أعدل على كود لازم أروح أباعه قبل لا أعدله، أوكي؟ أروح أفكر إنه هذا شو ممكن يتعدل، شنو ممكن يصير عليه، بعد ذلك أروح أباع الكود أنا إيش مكتوب بيه، أوكي؟ إذا مثلاً ما قدرت هيجي عن طريق النظر أفتهم، راح أسوي كليك يمنى، أسوي إنسبكت، نشيل التليفون، سويت إنسبكت هنا، فراح أجي أشوف هذا الديف وينه، هذا الديف محطوط ببطن منه، هذا الديف محطوط ببطن منه، هذا الديف محطوط ببطن منه، حتى أفتهم أنا من أريد أروح أخذ هذا السكشن وأخليه بصفحة معينة، أنا هنا دا أفتهم هو هذا السكشن حدوده وين، شو سان من واقف على السكشن دا أباوع إنه هذا السمائي هو الكونتنت مال السكشن، الأخضر هو البادنج مال السكشن، ببطنة عندي هذا الديف، ببطنة هذا الديف عندي ديف ثاني إلى آخره. فأنا هسه شنو اللي راح أسوي؟ راح أعتبر هذا السكشن هو الستارت اب مالتي او الاندكس مالتي، اوكي؟ هذا السكشن هو الاندكس مالتنا، فهذا السكشن اسمه شنو؟ ستارت كول تو اكشن. نروح ناخذ هذا الستارت كول تو اكشن، ناخذ فقط السكشن، ما راح اخذ الكومنتات مالته، لانه انا اذا خليته كل واحد صفحه بحد فبعد ما راح احتاج الكومنت، انا كنت خالي الكومنت لانه كلهم بصفحه واحده حتى اقدر اميز بيناتهم، فراح اخذ هذا كات. زين هسه الكومنت مالته الستارت والاند راح امسحهم بعد ما الهن حاجه. يلا زين هسه نروح على الاندكس، نخلي السكشن هنا، هذا هو ذاتس ات. طبعا هذا راح احددهم كلهم، ادوس شيفت وتاب يرجع لي اياهم كلهم خطوه لورا، تاب يطلع اياهم كلهم خطوه لقدام، شفت اظل دايس على شفت وادوس تاب يرجع لي ورا على مود اصفط. هذا ما احتاجه، هذا ما احتاجه. هسه هذا جبته كله وين حطيته؟ حطيته بالاندكس. زين هسه نجي ننفذ من جديد، مسحنا هذا السكشن منه، حطينا هذا السكشن هنا. هسه نريد ننفذ مره ثانيه ونتاكد هو فعلا ده يطلع نفس ما كان قبل. نسوي بدل ما اطفي وعيد تشغيل قبل هنا اقول له اعاده تشغيل اسرع. خليها اوكي. هسه حمل الموقع مالتنا ولا كأنه ما تغير شيء، اوكي؟ نفس الحطه، تمام؟ وضحت الفكره؟ الو صباح الخير، نايمين قاعدين؟ زين هسه هذا كأنما هسه شنو اللي صار؟ احنا من لغينا هذا السكشن لغيناه من اللاي اوت، جينا حطيناه بالاندكس. من حنستدعي الاندكس، من حنستدعي صفحة الاندكس بالستارت اب، هو كأنما ايش راح يسوي؟ راح يجيب هاي الصفحة كلها، كأنما راح يجيب هذا السكشن ويعرضه وين؟ يعرضه بداخل هذا الديف مال الريندر بادي، راح يمسح الريندر بادي ويخلي محتويات الاندكس بمكان منه؟ بمكان الريندر بادي، فكأنما هذا الصفحة مالتنا الاندكس نزلت هنا بالضبط. زين، هسا نجي انكريت لكل سكشن صفحة جديدة. نعم طبعا ما صار تغيير، هسه حفهم ليش ما صار تغيير. شوفي انت تقولين انت نقلت سكشن من مكان الى مكان ثاني، ليش ما صار تغيير؟ الجواب انه احنا اليوم كنا خالين هذا السكشن هنا، خلي ارجعه على سبيل المثال، خلي ارجع السكشن. هو الفكرة انه ما يصير تغيير، اذا صار تغيير معناها اكو خطأ، فاهم قصدي؟ ولازم انه ما يصير تغيير. لنفرض هذا السكشن كان هنا،
لا مو هسه راح افهمك الفكره، شوي شوي هسه راح افهمك الفكره. هسه احنا اليوم هذا السكشن محطوط هنا باللاي اوت، اوكي؟ بقيه السكشنات كلها وين محطوطه؟ كلها محطوطه باللاي اوت، اوكي؟ احنا قلنا ايش راح نسوي؟ قلنا ما راح نبقي كل السكشنات باللاي اوت، وانما لكل سكشن راح نسوي صفحه خاصه بها. لهنا واضح؟ لكل سكشن راح نسوي صفحه خاصه، ما نخلي كل سكشناتنا موجوده وين؟ باللاي اوت. فاول سكشن اجيت اريد انقله واخليه بصفحه خاصه هو سكشن هذا السكشن اللي هو مال الابدا رحلتك معنا. هذا السكشن اخذته كات، اوكي؟ رحت وين خليته؟ رحت خليته بالاندكس. هنا واضح؟ حتى اضمن انه هذا السكشن ما يروح عندي، يعني عساني انا نقلته مسحته من هنا، بس انا اريده يبقى يطلع باللاي اوت، ما اريده ينمسح. ايش راح اسوي؟ راح اخلي هنا باللاي اوت جوا الهيدر اخلي ديف، واخلي بطن هذا الديف اخلي ريندر بدي. اوكي؟ هسه احنا ايش راح يصير؟ من راح نروح نستدعي الاندكس، هذا الاندكس من راح نستدعي؟ طبعا احنا بالبدايه ما راح نستدعي الاندكس، وانما منو راح يستدعي الاندكس؟ الستارت اب اول ما راح يشتغل راح يستدعي منو؟ راح يستدعي الاندكس اللي موجود وين؟ اللي موجود بالهوم. احنا هيك مفهمي انه هي هاي الصفحه الاوليه اللي لازم تشتغل، صح؟ فهو راح وين راح يروح؟ راح يروح للكنترولر، راح يروح لهاي الاكشن. هاي الاكشن راح ترجع الفيو مالتها. منو الفيو مالتها؟ هذا، هذا الفيو مالتها، اوكي؟ هذا الفيو مالتها شنو بي؟ بي كونتينت ومربوط بلاي اوت. فهو ايش راح يسوي البرنامج؟ راح يجيب اللاي اوت كله، اوكي؟ يجيب اللاي اوت كله اللي مربوطه به هاي الصفحه، ويجيب الكونتينت مال الصفحه يخليه بمكان الريندر بادي. لهنا واضح؟ فهسه احنا من رجعنا نفذنا طبعا ما لقينا اي تغيير. ليش؟ لانه قبل كان السكشن ينعرض هنا، لانه اللاي اوت نفسه وهذا اللاي اوت هو نفسه، والصفحه مالتنا دا تنجي دا تنعرض ببطن اللاي اوت بشكل صحيح عن طريق منو؟ عن طريق الريندر بادي. اوكي؟ لذلك انه طبعا ماكو اي تغيير، اذا صار اكو تغيير فمعناها اكو عندنا خطا. اوكي؟ زين. هسه نجي ننتقل على سكشن سكشن، كل سكشن نسوي له فانكشن بالهوم كنترولر بنفس اسمه، ونسوي له صفحه وننقله من اللاي اوت الى صفحته الجديده، اوكي؟ بحيث نفرغ اللاي اوت نخلي به فقط الاندكس اول شيء ينعرض، وبعدين اذا نريد نروح لبقيه الصفحات راح نضطر انه ننتقل على بقيه الاكشنات. فخلنا نجي نشوف شنو السكشن الثاني اللي عندنا. عندنا سكشن السيرفيس وسكشن الكاونتر، اوكي؟ سكشن السيرفيس وسكشن الكاونتر موجودات واحد جوا الثاني. السيرفيس والكاونتر موجودات واحد جوا الثاني. واضح؟ فأنا شنو اللي راح أسوي؟ هذا السيرفيس وهذا الكاونتر راح أبقيهن كلهن ضمن منو؟ يعني أنا ما أريد أخليهن بصفحة جديدة. هاي الخدمات ما أريد أبقي بصفحة جديدة. اريد انه هاي الاشياء هي والسيرفيس وهاي كلها تنعرض وين؟ كلها تنعرض بالاندكس، يعني على مود الواحد اول ما يطب للموقع مالتنا يقرا هاي ويقدر يسوي تسجيل دخول، يباع احنا شنو نقدم، ويباع ايش قد ناس مشتركه ويانا. هاي كلها راح تكون الاندكس مالتنا. لهنا تمام؟ فراح نجي شو نسوي؟ راح ناخذ السكشن الثاني اللي هو سكشن السيرفيس، ناخذ كات ونروح نخليه وين؟ صفحة الاندكس جوا سكشن البداية. جبنا هذا السكشن الأولي، بعدين جبنا سكشن السيرفيس خليناه ثاني واحد، أوكي؟ بعد ذلك راح نروح للاي اوت، راح ناخذ السكشن اللي بعد السيرفيس اللي هو من هو؟ اللي هو سكشن الكاونتر. هاي كلها راح نعتبرها هي الاندكس مالتنا.
على مود تصير على الاقل الاندكس صفحه البدايه مال الموقع مالتنا تكون بيها فد محتويات ذات قيمه، يعني بيها مثلا انه تسجيل الدخول وبيها خدمات وبيها ايش قد الناس المشتركين ويانا وايش قد عندنا اعجابات وبلوجات الى اخره. زين هسه بما انه هاي كلها السيرفيس انضمت صارت ضمن الصفحه الرئيسيه، فبعد اكو داعي نخليها هنا بالمنيو؟ الجواب لا، لان هي اوريدي تعتبر ضمن منو؟ ضمن صفحتنا الرئيسيه. تمام، فهاي الخدماتنا راح نمسحها من المنيو لان بعد ما نحتاجها، لان اوريدي احنا الخدمات ضمناها ضمن الصفحه الرئيسيه. نروح على اللاي اوت سيف، هذا كله نمسحه، هاي التاجات اللي كنا كاتبيها على مود هاي السكشنات كلها نمسحن. نروح على المنيو، هاي الخدمات نسوي لها مسح. هسا نرجع نسوي إعادة تنفيذ. الإنترنت خاف شوية ضعيف، ماكو غير سبب، أي مرات شوية يصير لاق بالإنترنت، الصوت يوصل بس الصورة لأنه حجمها شوية أعلى فما توصل تتأخر. زين اجي هنا شوفي، من اول ما نفذ من راح على الستارت اب وعرف انه هاي هو الستارت بوينت مالتنا، فاذا تلاحظون انه اجي المؤشر وين؟ على الاندكس. هسه هذا الاندكس راح يرجع لنا هاي الصفحه، هاي الصفحه مربوطه بهذا اللاي اوت، راح يجيب محتويات الصفحه يعرضها ببطن اللاي اوت بمكان الريندر بادي. نقول له طبعا هاي نشيل البريك بوينت لان راح يضوجنا ذاك وسع وقف. نقول له كونتينيو. طبعا اي حاجه اسويها ارجع انفذ، ما اسوي اكثر من حاجه وانفذ، لان على الاقل انه حتى اذا طلع عندي خطا اعرف انا شنو اخر سويته، اخر شيء سويته والخطا موجود بي اروح اعدله. من اسوي ثلاث حاجات اربعه وانفذ بعدين من يطلع لي خطا ادوخ ما ادري الخطا وين صار، بيا شغله انا سويتها. اوكي، فويا كل شغله صغيره اسويها اسوي تنفيذ. هسه مثل ما تشوفون انه هذا طبيعي. اوكي، كل شيء طبيعي، وهاي المنيو اللي كانت هنا المسحت. هسه نجي راح شو نسوي الاور تيم، طبعا هذا ما راح نبقي اور تيم طبعا. اوكي، الاور تيم. اوكي، هذا احنا ايش راح نعتبره؟ راح نعتبره انه انا ما ادري اسميها المبدعين، هاي جزء غير هاي الكلمه ما عجبتني. هذا الاور تيم. اوكي، راح يمثل الصفحات او البروفايلات مال الناس اللي راح يشتركون ويانا. الانترنت انستيبل يعني البث ده يقطع، قرة عين البث. بس بشروني النت يمكم زين لو ده يقطع عليكم. اي لان ده يقول لي انترنت ما مستقر. زين هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح هسه هذول الاشياء هذول راح نعتبرهم البروفايلات مال الناس، فهذول راح نسوي لهم شنو؟ راح نسوي لهم صفحه جديده. هاي الصفحه الجديده ايش راح نسويها؟ راح نسميها سبسكرايبر. اوكي، فراح اسوي اكشن جديده، اطفي هذا، اسوي اكشن جديده اعرض بيها الناس المشتركين، فاقول له بابليك. هذا راح المؤشر، راح اقول له public i action result. هاي السبسكرايبر بيج. اوكي، راح اخليها شي ترجع لي، راح اخليها ترجع لي ركيان يوتيوب بهالسهوله هاي. هسه سوينا سبسكرايبر اكشن على مود نسوي بيج تنربط ويا هاي الاكشن، فراح نوقف على هاي الاكشن، نقول لك كليك يمنى
اد فيو اسمها سبسكرايبر، نستعمل اللاي اوت بيج هذا مالتنا نفسه اللاي اوت بيج ونقول له اد. اوكي هسه صارت عندنا هاي السبسكرايبر، نجي نمسح هاي التاج مالتها. هسه تذكرون اكو شغله قلت لكم اشرحها علي اشرحها لكم اللي هي مال فيو داتا، هسه خليني اشرحها. اكو فشي باللاي اوت احنا حاطيه، اوكي فشي باللاي اوت احنا راح اخليه هنا طبعا مكان هذا التايتل، راح اقول له جيب لي آت، جيب لي هاي الفيو داتا راح اقول له جيب لي هاي الفيو داتا معود هاي الفيو داتا وراها داش وقول لي اخلي اسمي ما اعرف اذا محتوى ترجم هيجي ولا خلينا نشيك الجوجل على مود بشكل صح. اترجم اسم الموقع من عربي الى انجليزي. خوب الترانزليتر اول واحد يطلع لي جوجل يدري ما ادور بس على ترجمة. اوكي بعد 10 دقائق ويخلص البث يا معود بعدنا ما مبلشين. محتوى انه طلع لي كونتنت. نكتبه بهالطريقة. زين. ناخذ هذا ونخلي داش ونخلي الفيو داتا. لحد الآن احنا شنو اللي سوينا؟ خلينا اسم الموقع مالتنا داش اسم الصفحة. هذا احنا على سبيل المثال ننتقل من صفحة إلى صفحة أخرى، على سبيل المثال مرة نعرض صفحة الإندكس. مرة نعرض صفحة السبسكرايبر، اوكي وياي؟ فاحنا على مود اسم الصفحة كل مرة نطلعه بالتايتل، ايش نسوي بالتايتل؟ نقول له خلينا اسم البرنامج داش ات فيو باج تايتل. هاي الات فيو باج تايتل منين راح تملي؟ البرنامج من راح يجي يستدعي هاي الاكشن. من راح يجي يستدعي هاي الاكشن. اوكي؟ فهو اول شيء دا يستدعي صفحة الاندكس. اوكي هسا من اجى دا يستدعي صفحة الاندكس ايش لقى؟ احنا حاطين بيها كود سي شارب. طبعا شلون نكتب كود سي شارب؟ نقول له ات ونفتح اقواس على مود نقدر نكتب كود سي شارب بداخل هاي الاقواس الصفراء. فاول ما اجى استدعى الصفحة ايش قلنا له؟ قلنا له عرف لنا فد شيء اسمه فيو داتا. هاي الفيو داتا هي نوع من الفيريبلات تسمح لنا انه ننقل بيانات من صفحه الى صفحه اخرى بداخل الموقع. اوكي فعلى سبيل المثال من هو اجى عرف بداخل الاندكس عرف فيو داتا اسمها تايتل. ايش خزننا بيها؟ خزننا بيها راح ابدلها من اندكس الى هوم. اوكي فهنا صفحة الاندكس خزننا بالفيو داتا اللي نوعها تايتل اللي اسمها تايتل، خزننا قيمة الهوم. هسا ورا ما هو أخذ هاي الصفحة، أوكي؟ أخذ هاي الفيو داتا خزنها. بعدين عرف إنه هاي الصفحة تابعة لهاي اللاي أوت، أوكي؟ هسا إيش راح يسوي؟ من راح يروح يربط هاي الصفحة ويا اللاي أوت. من نجي باللاي اوت نقول له استدعي الفيو داتا اللي اسمها تايتل، هنا كانما ايش راح ينعرض؟ من هو رايح على صفحه الاندكس وضام بالفيو داتا هوم، فراح يعرض هنا بدل هاي الفيو داتا تايتل راح يعرض لنا هوم.
مثلا من راح البرنامج على صفحة السبسكرايبر وخزن بالفيو داتا تايتل سبسكرايبر، فمن راح يربطها ويا الهوم راح يجي يعرض هنا بمكانها شنو؟ سبسكرايبر. واضح؟ فالفيو داتا تساعدنا انه ننقل بيانات مؤقتة من صفحة الى صفحة ثانية. جواب؟ بس بعد انه اي بالضبط. لا كل قيمة اسوي لها فيو داتا. يعني هسه اني اليوم مسوي فيو داتا اسمها تايتل، اقدر مثلا اذا اريد انقل قيمة ثانية على سبيل المثال من صفحة الى صفحة اخرى، اقدر اروح على الهوم اوكي واعرف مثلا فيو داتا، فيو اعرف فيو داتا وانطيها اسم ثاني اوكي، انطيها اسم ثاني مثلا تيست وانطيها فت قيمه، واروح استعمل هاي الفيو داتا تيست بصفحه اللاي اوت اوكي بغير مكان مثلا. فهاي الفيو داتا تساعدني انه انقل بيانات من صفحه الفيو الى صفحه اللاي اوت. فهسه اللاي اوت كل ما تنعرض راح ينعرض بمكان هاي الفيو داتا القيمة اللي احنا مخزنيها هنا. اوكي؟ فمن نروح على الاندكس راح يطلع اسم موقعنا وصفحة الاندكس. من نروح على السبسكرايبر راح يطلع اسم موقعنا وصفحة السبسكرايبر. واضح هنا؟ بس من ناحية كترتيب للتايتل لا اكثر. زين. هسه صراحة التسجيل وصل 51 دقيقة. اتصور يعني عندكم خلق انه نكمل التسجيل اطول شويه، لان اريد اخلص من سالفه الديزاين، اذا نبقى على الديزاين راح نجر محاضرات هوايه. عندكم خلق انه نوصل التسجيل ساعه ونص؟ البقيه اذا احد عدى اي، لان اريد اخلص من سالفه الديزاين، ما اريد اطول الديزاين اكثر من محاضره، قلت اخلص منه اليوم. طبعا انا اليوم راح اسوي لكم بس السبسكرايبر قدامكم، انا ما راح اطول كل شيء هواي، بس مجرد ارتب السبسكرايبر قدامكم وارتب المنيو، وباقي الصفحات انا راح اسويها بوحدي لان هي نفس الشيء كوبي بيست. اوكي ليزا تقول تمام، فخلينا نكمل. طبعا البث راح يخلص بعد 5 دقائق، فمن يخلص البث راح انشر لكم رابط بث ثالث. سوري على هاي الهوسه بس يعني مضطرين من وراء هذا الزوم. زين فهسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نروح لصفحه السبسكرايبر. شنو نريد نخلي بصفحه السبسكرايبر؟ نجي على اللاي اوت، وصلنا احنا باللاي اوت لجزء، طبعا نطفي هذا الفيكسد اي سكشنات، وصلنا باللاي اوت لجزء الاور تيم. اوكي جزء الاور تيم شنو اللي معروض به؟ خلينا نجي هنا نشوف. سوري انا مطفي. اوكي ناخذ السكشن مال الاور تيم، طبعا هذا بعدين راح نقعد نغير على كل صفحه على الديزاين، مثلا بدل الاور تيم راح نغيره نسميه مثلا المشتركين. اوكي بعدين انه نجي شلون نحور على الديزاين وشلون نرتب الى اخره. اوكي بس هاي كفكره اوليه ارجعها كلها خطوه. زين هسه جبنا صفحه الاور تيم خليناها بالسبسكرايبر. سنروح على اللاي اوت نمسح هذا السكشن مالته الزايد. بعدين هاي الصوره اللي يطلع لنا بيها الفتشي انه هاي مال مكان. هسه خلص هذا السكشن. بعدين مثلا شنو عندنا؟ عندنا البلوج سكشن، فالبلوج سكشن ايضا راح نحوله الى صفحة اخرى. فرح نجي هسه هنا ايش نسوي؟ ناخذ هاي كوبي بيست نسميها بلوج. سميناها بلوج، نقول لك اليمنى اد فيو، نربطها بلاي اوت ونقول له اوكي.
هسه احنا شنو نريد نخلي بالبلوج؟ راح نجي على اللاي اوت مالتنا، راح ناخذ البلوج سكشن. اوكي، ناخذ هذا البلوج سكشن ونخليه بصفحة البلوج. نجي على اللاي اوت، نشوف شنو بقى باللاي اوت، نمسح طبعا هاي الهوسه مال البلوك. شنو بقى باللاي اوت؟ بقى باللاي اوت اللي يحتوي اللاي اوت حاليا، اوكي؟ يحتوي على الستارت بليس هول بريلودر، هذا مال التحميل اللي يطلع بالبدايه، بعدين يطلع بالويلكم سايد بار، هاي الصوره الكبيره اللي تطلع بالبدايه. بعدين تطلع المنيو مالتنا اللي هي الفيكسد نافيجيشن، بعدين الريندر بادي المكان اللي راح تنعرض به الصفحات، بعدين التست مينال، هاي تست مينال والله ما ادري شلون تنقري زين. هسه نجي بعد شنو عندنا؟ بعد عندنا صفحه الاباوت وعندنا صفحه الكونتاكت اس، فراح نسوي اكشنات جديده اثنين، كوبي بيست، نسوي اف اكشن اسمه about، وايضا copy paste نسوي action اسمه contact. اوكي، هسه كليك يمنا على هذا الاكشن الاباوت، نقول له add view، سوي لنا view اسمها about مربوطه بنفس اللاي اوت، نقول له اوكي. اوكي، هسه نجي نكمل انه احنا هسه شنو اللي سويته؟ وقفت التسجيل شويه، سويت مجموعه اشياء ورجعت فتحته. فاحنا هسه شنو اللي سوينا؟ اللي سويناه انه بس مجرد شيء عادي كملنا، سوينا صفحه اكشن للبلوج، سوينا اكشن للاباوت، سوينا اكشن للكونتاكت. اوكي، جينا على اللاي اوت، نقلنا السكشنات اللي تخص هاي الاكشنات، كل وحده نقلناها بالصفحة الخاصة مالتها، بس هاي لحد الآن يعني ما مسوي شيء، نفس الروتين اللي احنا سويناه بالبداية أول مرة. أوكي، هسا راح نجي على شنو؟ راح نجي نشيك، نشوف هسا احنا شنو صار عندنا باللاي أوت؟ هل فعلاً إنه اللاي أوت اترتب مالتنا؟ يعني كان اللاي أوت قبل شوية واصل لحد سطر 1200، حالياً اللاي أوت كله عبارة عن 200 سطر فقط. فإذا نجي نشوف احنا شنو حاطين باللاي أوت؟ حاطين باللاي أوت الهيد سكشن، حاطين باللاي اوت جزء السكريبتات، اوكي، حاطين باللاي اوت الفوتر، حاطين باللاي اوت البدايه الهوم، حاطين الاريا مالتنا، حاطين النافيجيشن، وحاطين شنو الريندر بادي. بعد ذلك هاي الجزء اللي يعرض لنا هاي الصوره. فهسه فعلا صار عندنا احنا لاي اوت مترتب. هسه من نجي ننفذ على سبيل المثال، هسه اللاي اوت هذا المترتب اول صفحه راح تنعرض به هي من هي صفحه الاندكس هنا، واضح؟ ف نقول له تنفيذ. هسه راح نجي راح نلقى هذا المحتوى، طبعا لحد الان هاي المنيو مو شغاله. اوكي، هسه من ندوس هنا كل شيء ما يصير، ندوس هنا كل شيء ما يصير، هنا
هنا بس هاي فقط تشتغل، لأن هي وين تودينا؟ تودينا للصفحة الرئيسية. طبعا هاي أيضا راح نغيرها. فهسه حاليا الاندكس شنو بيها؟ بيها هاي الكتابة، بيها الأور سيرفيس، بيها هاي الأشياء، بيها هاي الصورة، وبعد ذلك ايش بيها؟ بيها الفوتر. أوكي، هاي الصورة صراحة أنا ما أريدها، فلذلك راح أمسحها. هاي السكشن راح أمسحها، ما أحتاجه. أوكي، فراح أروح على اللايوت، هذا السكشن هو هنا، أمسحها كلها، أرجع أنفذ من جديد حتى بس أتأكد إنه كل شيء تمام. زين، هسه نجي بس نتأكد. ها طبعا تذكرون هاي الشيء الصغير اللي هي اللانجوج عربيك اللي خليناه بتاج ال HTML، هذا ايش راح يسوي؟ هذا راح يفهم البراوزر انه ممكن يترجم اللغة مالتنا من العربي للانجليزي. اوكي، شوف هسه ما خليناه انجليزي، هو تلقائيا ترجم الموقع مالتنا. يعني هاي الاشياء احنا كلها كنا كاتبيها بالعربي، هو تلقائيا ترجمها ترجمة تلقائية، ارجعها للعربي، ارجعها على الشيء الطبيعي اللي انا كنت خاله. فهذا الشيء مفيد انه من تخلون هاي اللانجوج العربي هنا، فانه اذا طاب شخص ما يعرف لغة عربية للموقع على سبيل المثال، فانه يقدر يستعين بالترجمة التلقائية مال جوجل، وراح يترجم له محتويات الموقع مالتنا كله من العربي الى الانجليزي. اوكي، واضح؟ هاي شغلة كلش حلوة. فهنا شو نقول له؟ نقول له هذا always to عربي ونسده. عام الله كل ساعة تطلع لنا تضوج له. زين، هسه نجي نتأكد عندنا هاي، عندنا الأور سيرفيس، عندنا الأشياء اللي احنا مسويها، وعندنا الفوتر. هاي شنية لحد الآن؟ خلي أسد هاي ضوجتني. لحد الآن هاي صفحة الاندكس، يعني هذا الموقع مالتنا بصورة مصغرة شنو الأشياء اللي يعرضها. هسه حتى نجي نشغل المنيو مالتنا بصورة صحيحة، راح نجي شو نسوي؟ نجي على المنيو. المنيو موجودة بالنافيجيشن، راح نجي هنا. هذا كل اكشن، اوكي، كل اكشن يودينا لصفحة معينة. فأنا ايش راح اجي اسوي؟ بدل هذا الاتشرف اللي كان قبل يوديني للسكشن المعين، هسه أنا السكشنات ما موجودة عندي نفس الصفحة، تحولت إلى صفحات ثانية. فأني بمكان هذا الأشرف اللي يوديني إلى السكشنات، راح أمسح هذا الأشرف مال البادي، راح أخلي هذا عبارة عن ASB داش. شوفوا، أكتب ASB داش. هذا ASB داش هي أشياء يوفرها MVC. أوكي، أشياء يوفرها MVC. فإذا أقول له ASB داش على سبيل المثال كنترولر، فهنا أقدر أكتب اسم الكنترولر اللي أريد أروح له، اللي هو على سبيل المثال الهوم. بعد ذلك يا أكشن أنا أريد أروح بهاي الكنترولر، فأقول له ASB داش أكشن، أعطيه اسم الأكشن اللي هي إندكس. أوكي، على سبيل المثال هذا، خلي نغير الاسم مالته، نسميه المشتركين. اوكي، هذا المشتركين طبعا راح الغي هذا مالته الاشرف. اوكي، اروح شنو اسم الاكشن اللي خاصه بالمشتركين اللي سويناها؟ هي اكشن سبسكرايبر. فاجي هنا اكتب انه انا اروح للاي اس بي داش كنترولر
هوم، بدي أروح للـ ASP داش أكشن سبسكرايبر، هتسوي له هاي. هسه راح أمسح هذا، أمسح هذا أيضا. تشتغل بس هاي أرتب الطريقة وأسهل، حتى ككود أسهل بالقراءة. يعني هذيكنا الأشياء مال الريزر، نصيحة لا تحاولوا تستعملوهم. تدري ليش؟ لأن هاي الأشياء مال الريزر اللي هن التاجات اللي يوفرها الريزر، طبعا أنا راح أشرح لكم ممكن عليها، لازم أشرح لكم عليها بما إنه دنا نشرح MVC. بس إنه الريزر أثناء ما تنبني الصفحة راح يضطر البرنامج أو الكود مالتك يعالج كل الريزر ويحوله إلى تاج HTML عادي. فأنت هنا ده تخلي الصفحة مالتك تسوي شغل ما له داعي، لأن أنت مثلا على سبيل المثال بمكان هذا اللينك، بمكان هذا اللينك العادي اللي هسه احنا ده نكتبه، نقدر شو نقول له؟ نقدر نستعمل طريقة الريزر. شلون نستعمل طريقة الريزر؟ نقول له at HTML اوكي دوت لينك او هايبر لينك ما اعرف اللينك وين موجود بس خلي ادور عليه ات هسه والله دا ادور لان صراحة انا ناسيها عندي ما احب استعملها صراحة طبعا ليش هذا شنو هسه هاي هي الام بي سي العاديه ترى هو نفسه ماكو فرق هسه هنا راح اقول له اكشن لينك اوكي وبهذا الاكشن لينك اقدر اخلي اشياء هواي اوكي يعني على سبيل المثال اقدر اخلي هسه هنا حاليا هذا مو انا قايل له اكشن لينك هذا الاكشن لينك شنو البارامترات البي بي اللينك تيكست راح اخلي اللينك تيكست على سبيل المثال تيكست كوما النوب شي يريد الاكشن نيم فش راح اقول له راح اقول له الاكشن نيم مالتك اندكس بعدين شي يريد من عندي يريد من عندي كنترولر فراح اقول له روح لي الكنترولر الهوم بعدين يريد راوت فاليو مو شرط انه انا اعطي راوت فاليو حاليا هذا اللينك اللي احنا كاتبين بهالطريقه هاي وهذا اللينك اللي مكتوب بهالطريقة هاي شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه احنا هذا كاتبيه بطريقة تاج HTML عادي بس هذا كاتبيه بطريقة ريزر البرنامج من راح يشتغل راح يضطر يعالج هذا الريزر كود ويحوله الى لينك عادي فاني هذا الوقت اللي يضيع عدي بتحويل الريزر كود الى لينك الى HTML عادي علي من أني تضيعه وأخلي المالتي الصفحة تأخذ وقت بالعرض أكثر يعني راح تأخذ وقت بالتحميل أكثر كل ما كان الريزر بيها أكثر فأني أفضل للسرعة وللسهولة أوكي إنه تكتبون تاج HTML عادي ليش أروح أكتب ريزر والريزر هو أول وتالي راح يرجع HTML فهمت القصد؟ فأني ما أشجع على الكتابة بطريقة الريزر نهائيا هسه البلوك وهذا الشيء هذا الشيء مو صحيح هذا الشيء راح يبطئ الصفحة للأنم طبعا لا تقال بها ريزر قيامي طبعا نطول بالتحميل اي فهسه اني استخدم اني كلها استخدم التاجات العاديه هسه حعلمكم وبعدين حتى من نطب نشتغل مثلا نريد نسوي فورمات نريد نسوي HTML مثلا TXT على تشيك بوكس على راديو بوتون على تكست اريا كلها نستعمل تاجات عاديه ما اريد اصلا اجيبكم من الريزر ولا اعلمكم عليه لان الريزر بطيء اوكي نتفق على فكره انه هو بطيء اوكي فهيجي الصفحه مالتك جدا جدا راح تكون اسرع بهوايه زين هسه حاليا ربطنا كل منيو ويا الاكشن اللي خاصه بيها
نرجع ننفذ الابلكيشن مالتنا ونتاكد. راح ننتقل بين الصفحات وحده وحده ونشوف هل فعلا اللاي اوت دا يشتغل وياهن صحيح، وهل فعلا انه كل صفحه دا نروح لها الترتيب مالتها دا ينعرض بشكل يعني بشكل صحيح. راح نشوف هذا الشيء هسه، يعني هاي الختاميه انه بس نتاكد اذا كل شيء شغال ونختم بها. هسه هنا راح نجي راح نلقى هاي الصفحة مالتنا، بس حتى أتأكد من كل شيء. أوكي مرتبة، كل شيء معروض بطريقة حلوة. ندوس على الصفحة الرئيسية. شوفوا قبل شوية كان شي يسوي من ندوس على الصفحة الرئيسية، من كنا نشتغل بطريقة السكشنات قبل يودينا على السكشن الأول. هسه راح يسوي عمل الصفحة من جديد. على سبيل المثال هسه من نريد نروح وين؟ من نريد نروح للمشتركين، حيحمل صفحة منو؟ صفحة المشتركين، ويحمل الفوتر قبل. حمل صفحة المشتركين وحمل الفوتر قبل. اوكي طبعا اكو اشياء لازم نرتبها، انه الفوتر مالتنا اللون مالته طوخ، والسكشن مال المشتركين ايضا اللون مالته طوخ، فما دا يبين اكو فرق بين الفوتر وبين هذا السكشن. فراح انه شو نسوي؟ ممكن انه بعدين نغير اللون مال السكشن مال المشتركين. الصورة ما طالعة عندنا، فبعدين انه نتأكد شلون نضمن انه الصورة هاي تطلع عندنا بكل الصفحات. زين نروح على المدونات، نشوف انه المدونات ايضا اللون مالتها طوخ والفوتر اللون مالته طوخ، فلازم انه احنا انه شنو نحول السكشن مال المدونات الى لون فاتح على مود يبين اكو فرق بينه وبين السكشن مال الفوتر. بعد نروح على الهو از، الهو از يبدي بلون طوخ بس بعدين يتحول الى لون اطوخ. اوكي بحيث انه من نروح على الفوتر راح نشوف انه الاباوت اكو فرق بين لونه وبين لون الفوتر، وهو الشيء اللي احنا نريده. فالاباوت خلينا نقول انه هي شبه انه طبيعيه وكامله وحلوه. الكونتاكت وذ اس نروح لها، راح نلقى انه الكونتاكت وذ اس طوخ، والفوتر اللون مالتها شنو؟ اللون مالتها فاتح. فاذا الكونتاكت اس مالتها اللون بالنسبه للفوتر متناسق وطبيعي. اوكي هسه يبقى ان شاء الله اني شنو اللي راح اسوي؟ راح مجرد انه ارتب هاي الصفحات، بحيث انه من نجي بالمحاضره الجايه راح تلقون انه هاي الصفحات مترتبه بشكل كامل، انه الالوان مالتها صايره صحيحه، الصورة هاي ضامن انه هي تشتغل بكل الصفحات، بعد شنو ضامن انه هاي الاشياء اللي هي حاليا مكتوبة انجليزي كلها راح احولها عربي الى اخره. وان شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نبدي نعوف الديزاين شوية، نبدي نسوي صفحة تسجيل الدخول. صفحة تسجيل الدخول منين احنا نوصل لها؟ نقدر نوصل لها عن طريق هاي البوتون اللي موجودة هنا. فإن شاء الله أنا أيضا راح أصمم صفحة تسجيل الدخول وأخليها بالمنيو هنا، بحيث أنه المحاضرة الجاية اللي راح نبلش بيها راح نوضح شلون راح نبدي نبرمج صفحة تسجيل الدخول، مو شلون نصممها، لأن أصور أنه ضيعنا محاضرتين على الديزاين، أصور هذا كلش كافي. فمن هنا وغاد أنه الديزاين أنا راح أسوي قبل المحاضرة على فراغي، ومن نجي بالمحاضرة راح نلقى أنه الديزاين جاهز على أشياء بسيطة نسويها، وراح نهتم شلون نبرمج الصفحه على مود تشتغل. مثل ما قلت لكم اذا اشرح لكم اظل اشرح ديزاين، فانتم اول وتالي راح تستخدمون ديزاين يختلف عن الديزاين مالتي، والشرح مالتي كله راح يعني يروح بالبلاش كانما ما الى داعي. فانا راح ارتب الديزاين وان شاء الله احنا بس نشرح شلون راح نبرمج الموقع وشلون نرتب الصفحه وشلون نربطها ويا الداتابيس الى اخره من هاي الاشياء. فمع السلامه.